صفة الاغتسال. الآن عندنا مواضع لابد أن تغتسل فيها، لابد أن تصنع هذه الصفة. الكافر إذا أسلم لابد يغتسل. وكذلك إذا خرج منه مني سواء نائم أو مستيقظ. وكذلك الجماع. المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس لابد تغتسل. ماذا يصنع؟ ما هو الاغتسال؟ ينوي بقلبه، يسمي، يقول بسم الله، يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. مع الممضة والاستنشاق والاستنثار. نعيد مرة أخرى صفة الاغتسال. ينوي بقلبه، يسمي بسم الله، يعمم جميع البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. يصح بهذا الاغتسال يخرج يصلي لا يحتاج يتوضأ.